السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله تكونوا حضرت شاهدتوا المحاضرات الماضية وفهمتوها كويس، تمام؟ لأنه بكون أنا خلصت الشابتر الأول في أول 5 محاضرات. اليوم إن شاء الله قبل ما نبدأ في شابتر 2 اللي هو Engineering Cost and Cost Estimating، شابتر مهم بشكل بسيط، يعني بيعرفنا على موضوع Engineering Cost بشكل عام والـ Cost Estimating، تمام؟ مش هنتعمق فيه كتير، هنخليه يعني بشكل بسيط. بس قبل ما نتكلم في هذا الشابتر بدي انوه لشغلة. هتلاقوا في عندكم كتابين على موقع اليوبينار. الكتاب الاول هو اللي انا حطيته، كان النسخة التاسعة، تمام؟ في كتاب تاني جديد مش نفس الكتاب، كمرجع ممكن تستخدموه، بس انا حاب استبدل الكتاب الاول هو اللي هو المقرر عندنا بالنسخه رقم 11. لانه لو لاحظتوا، لو فيكم حدا فتح الكتاب، اعتقد مش عارف فيكم حدا فتح الكتاب ولا لا، ان شاء الله يكون في حد فتحه. نسخه رقم 9 هذه موجوده صحيح بي دي اف، بس كلها عباره عن صور، تمام؟ يعني صور ما بتقدرش لا تنسخ ولا تلصق منها ولا تستخدمها، حتى هي شكلها عفش شوي. نسخة 11 أنا لقيتها، يعني لفترة بدور عليها لي 3 4 أيام، اليوم حملتها. وفي نسخة، هاي نسخة 11 2012، نسخة 11 2012، سنة 2012 أنا مطبوعة. في نسخة مطبوعة في 2018 بس مش مرتبة، هذه أحسن نسخة تقريبا 2011، معمولة بي دي اف بشكل ممتاز. هنزلكم اياها ان شاء الله على اليوبنار، نفس النسخه التاسعه القديمه هذيك، بس يعني معدل عليها شوي، بتلاقي معدل عليها في الاكزامبل في بعض الاسئله، في التنسيق ممتاز كثير ومرتبه. فهنزل لكم نسخه ال 11 ونعتمد النسخه ال 11 عندنا في الكتاب، عشان بعد هيك اذا بدنا نطلب منكم حل مسائل من خلال النسخه ال 11 اللي حنزلها ان شاء الله جديد. حكتب عليها الكتاب المقرر نسخه 11 المعتمد، هيك حكتب عليها ان شاء الله على اليوبنار، تمام؟ طيب اليوم ان شاء الله حنبدا في شابتر 2. احنا متاخرين شويه يا شباب، ممكن متاخرين اسبوع، يعني ممكن نضل متاخرين اسبوع، يعني احاول اعوض الاسبوع هذا محاضره بزياده محاضره كل اسبوع. هذا الشابتر اسمه انجينير كوست اند كوست استيميتنج. الليكتشر 5A في ان شاء الله، يعني حتلاقوا الليكتشر 5A والليكتشر 5B، يعني في شابتر 2 هذا حتلاقوا الليكتشر 5A والليكتشر 5B بس. طيب انجينيرنج، حنبدا في الاول بانجينيرنج كوست اللي هي التكاليف الاقتصاديه، تمام؟ التكاليف الهندسيه من ناحيه اقتصاديه، يعني هي هذا المحتوى في هذا السلايد. حتلاقي كل اللي حناخده في الشابتر ان شاء الله في هذا السلايد، كل اللي حناخده في الشابتر حتلاقيه موجود في هذا السلايد. في عندنا هنا على الشمال الكوست تايب، كوست تايب، تمام؟ فهنا فيكست اند فيريبل كوست، حنحكي عنهم بالتفصيل، هذا حنتكلم عنهم هذول كلهم بالتفصيل. دايركت اند اندايركت كوست، تمام؟ فيكست اند فيريبل، دايركت اند اندايركت كوست، مارجنال اند افريج كوست، سانك اند اوبورتيونيتي كوست، ريكرنج اند نون ريكرنج، سواء بنقول عنها هذه كوست او نفقات، ممكن تكون، تمام؟ ممكن نسميها كوست او نفقات. نحكي عنها incremental cost, cash and book cost, life cycle cost. يا شباب حنحكي عنهم بالتفصيل، هذول بقودونا في الاخر شباب لحاجه، يعني كل هذا الكلام عشان نحكي عن شغله اسمها الكاش فلو دايجرام. تتذكر في الاستاتيكا كنا دائما نحكي فري بادي دايجرام، فري بادي دايجرام، مش حنحل السؤال. تتذكروا دائما كنا ناخذ في الاستاتيكا او في تحليل الانشاءات ما تقدرش تحل السؤال الا بفري بادي دايجرام، فري بادي دايجرام. هنا كمان يا شباب في حل المسائل مش حتقدر تحل السؤال الا ترسم الكاش فلو دايجرام. اللي برسم كاش فلو دايجرام بيعتبر حاله حل السؤال، اللي برسم كاش فلو دايجرام صح بيعتبر حاله حل ايش؟ حل السؤال، تمام؟ فهذا شباب بعد ما ناخذ الكوست تايب والكوست استيميتنج، هنا حتلاقي في الكوست تايب في حاجه اسمها الاستيميتنج كوست بير يونت موديل ودبليو بي اس موديل وكوست اندسيس، هذول حنحكي عنهم في المحاضره الجايه ان شاء الله. والاستيميتنج بنفيتس، في شغله هنا مهمه كثير هنا هي الكاش فلو دايجرام. هذا الكاش فلو دايجرام زي حكينا، اللي برسم الكاش فلو دايجرام بيعتبر حاله ايش؟ ما له حل السؤال. الموضوع بسيط ان شاء الله حيكون بعد هيك، يعني انت لحتى الان نظري اعتقد انكم مليتوا من النظري وانا كمان مليت منه.
ان شاء الله في الشابتر الجاي شابتر 3 حنبدا نتكلم في الاسئله الرياضيه والحلول ايش المسائل. طيب انجينيرنج كوست اند كوست استيميت، خلينا نعرف ايش الكوست وايش الكوست استيميتنج في الاول وبعدين ايش نبدا ايش الانواع ايش الكوست. طيب الكوست معناها الحرف التكاليف، تمام؟ بشكل عام معناها الحرف التكاليف. ايش بيحكي لي هنا؟ The economic value of the resources used in the production of the goods and services. يا شباب بشكل عام او المعنى العام لها هذا المعنى الحقيقي للكوست انها عباره عن القيمه الاقتصاديه. يعني نيجي كوست مناش نقول امواله بس، هي عباره عن القيمه الاقتصاديه للريسورسز، تمام؟ للموارد، يعني الموارد اللي انا بستخدمها في الصناعات، تمام؟ في انتاج بستخدمها في الصناعات او في انتاج بعض السلع وعمل بعض الخدمات، تمام؟ هي عباره عن ايش شباب؟ القيمه الاقتصاديه. يعني بقدرش اقول الكوست بس هي اموال وخلاص، يعني زي ما اجي اقول الارض مش مال وانما ايش؟ لها قيمه اقتصاديه ولا لا؟ هي كلمه اعمل عليها اكزامبل مثلا، الارض اللاند كقيمه اقتصاديه لها قيمه اقتصاديه فبنعتبرها من ضمن الكوست. اللابر ايش اللابر شباب؟ اللي هي الايدي العامله، تمام؟ الايدي العامله يا شباب او العماله، تمام؟ كقيمه اقتصاديه هي بتاخذ كوست، تمام؟ تمام؟ الايدي العامله من ضمن الكوست، تمام؟ يعني ناس بيشتغلوا في مصنع، هذا من ضمن الكوست المحسوب على المصنع، من ضمن التكاليف على المصنع، هذه العماله. الكابيتال راس المال، راس المال شو بقترش فيه برضه الاموال اللي معي انا، راس المال بقصد فيه مثلا المعدات مثلا موجوده في المصانع، اذا انا بشتغل في مصنع بطون مثلا كمهندس، يا شباب هذا بهمني المهندسين المدني، مثلا بشتغل في مصنع بطون، مثلا انا بشتغل في مشاريع موجوده بشكل، يعني مثلا في مدينه الشيخ زايد فتره لما انبنت في ال 95 كان فيها مصنع اكثر من مصنع بطون داخل المدينه، يعني ما كانوش ياخذوا البطون من المصانع الموجوده في قطاع غزه، وانا هم انشاوا مصانع للمدينه بنفس ايش المدينه تصنع ايش؟ بطون، وبعد ما خلصوا المدينه شبه. فهذه عباره عن رؤوس اموال، هذه الموجوده عباره عن راس مال. لو نجي نحكي عن مثلا اللهم صل على النبي، بعض الشركات مثلا شركات الادويه في عندها رؤوس اموال، نحكي المعدات الطبيه، شركات الادويه مثلا بتصنع الادويه او بتصنع المعدات الطبيه، عند الاماكن اللي بتصنع الادويه المعدات الطبيه هذه عباره عن راس مال. كابيتال ايش؟ عباره عن راس مال، بنسميه الاصول. مثلا عندنا في الجامعه ايش عندنا؟ المباني هذه عباره عن راس مال، الداخل المباني الاثاث هذا عباره عن راس مال، هذه اصول موجوده ايش في المشروع اللي عندي. الانيشال انفستمنت الاستثمار الاولي، اي شيء بتدفعه في بدايه المشروع هذا عباره عن انيشال انفستمنت. الويجز اند سالاريز، هذا شباب الاجور والرواتب عباره عن كوست، الاجور والرواتب عباره عن كوست. الماتيريال بيرجيز، المواد اللي انا بشتريها، تمام؟ هذه عباره عن ايش؟ كوست. اليوتيليتيز، اليوتيليتيز يا شباب هي عباره عن المرافق، لا تو ما حكينا المرافق الموجوده عندك في مثلا كجامعه، في عندك مرافق في الجامعه زي الكافيتيريا زي هذه عباره عن ايش؟ عباره عن كوست. فكل هذا شباب اي شغله لها قيمه اقتصاديه، تمام؟ وبتستخدم في انتاج الخدمات وفي تقديم الخدمات والسلع، تمام؟ فهي عباره عن ايش؟ عباره عن كوست، عباره عن ايش؟ عباره عن كوست. طيب الكوست استيميتنج ابروكسيميتنج ذا كوست اوف ريسورسز اور اكتيفيتيز. الكوست استيميتنج انه انا اتوقع، تمام؟ او اقدر التكلفه، تمام؟ اعمل تقدير للتكلفه. ابروكسيميتنج ذا كوست اوف ريسورس، اتوقع تكلفه المصادر والنشاطات. ايش المصادر؟ يعني هي عباره عن شغله عكس الثاني، يعني عندي مصدر مثلا الماتيريال عباره عن مصدر، بجيب هذه الماتيريال وبصنعها مثلا، بعمل بيطلع عندي من خلالها اكتيفيتيز هي نشاط، تمام؟ حنعرفهم بالتفصيل ان شاء الله لما تيجي لنا المسائل، حنعرف ايش يعني ريسورسز واكتيفيتيز بالتفصيل. بس انا عندي دائما كوست استيميتنج لاي مشروع موجود عندي، باجي مثلا اتوقع بدي ابني مثلا مبنى سكن، في عندي ريسورسز، ايش ريسورسز؟ مثلا المواد الخام اللي بدي اجيبها كالحجار، البطون، الحديد،
هذه كلها عباره عن رسول. والاكتيفيتيز تمام اللي انا انتجتها من هذه الريسورسز سواء كانت شقق سكنيه او 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 اي حاجه ثانيه. تمام Customizing is necessary for any economic analysis. هذا كلام مهم يعني كلام معروف او بديهي ان الكوست استيميتنج تقدير التكلفه هو شغله مهمه تمام لعمليه التحليل الاقتصادي. لعمليه التحليل مين؟ الاقتصادي. السؤال الرئيسي اللي احنا دائما بنساله Where do the numbers we use in an engineering economic analysis come from? تمام؟ هذا سؤال رئيسي شباب. يعني هذه الارقام اللي انت بتتوقعها او المهندس بتوقعها او اي حد بتوقعها من وين اجت؟ من وين جابها المهندس لما عمل عمليه التحليل الاقتصادي؟ ومن وين جابها المحاسب لما عمل عمليه التحليل ايش؟ الاقتصادي. تمام؟ هذا السؤال الرئيسي. تمام؟ من وين اتت الارقام اللي استخدمناها في التحليل الاقتصادي الهندسي؟ تمام؟ هذه الارقام يعني لما احنا نعمل عمليه استيميتنج ان شاء الله. تمام؟ كيف انا توقعتها؟ شباب هذه في لها امور كثير، في ممكن تقول الخبره، ممكن الواحد يقول سال في السوق، ممكن هذه الارقام الواحد ممكن يجيبها. عشان كذا ايش بقول لك؟ You may need to consult with professional accountants to obtain such information. عشان ممكن تحتاج لاستشاره محاسبين عشان تقدر تحصل على هذه المعادله، سواء محاسبين او ناس خبراء او مقاولين او 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 اي حدا ممكن تحصل على الارقام هذه اللي انت ممكن تتوقعها تعمل ايش؟ تقدير للتكلفه الاقتصاديه تاعت ايش؟ اي مشروع. طيب خلينا شوي الحين نبدا في classification of cost. تمام؟ classification of cost اللي هي انواع التكاليف الاقتصاديه، انواع التكاليف اللي ممكن تكون ايش موجوده؟ يعني في عندي هنا في السلايد هاي أربع أنواع. الفيكس كوست والفيريبل كوست، هذا العكس بعضهم ممكن يكون، مش ناش نقول عكس بعضهم معنى معنى التضاد، لا. إذا بنقول فيكس في شغلة اسمها فيريبل، وبنقول دايركت في شغلة اندايركت، تمام؟ الفيكس كوست كوست لا دو نوت فاري، تختلفش، ما بتتغيرش. كوست لا دو نوت فاري. كونستانت أند أن تشينجينج، ثابتة ولا تتغير، بغض النظر، تمام؟ عن مستوى النشاط. كويس؟ بغض النظر عن مستوى النشاط. يعني مثلا نيجي نقول الاجور والرواتب بتاعت العمال ثابته، هذا شيء ثابت، مش معنى كقيمه ثابته، وانما خلاص في اجور العمال وفي رواتب، تمام؟ قيم ثابته لا تتغير، تمام؟ طيب نيجي مثلا لو ضربنا مثال على الجامعه، بيجي اجر الدكتور مثلا 1000 دولار، اجر المهندس مثلا 500 دولار، اجر طبيب الاسنان 700 دولار، هكذا. هذا اجر ثابت لكل ايش؟ لكل شخص من هذول حسب مستوى، حسب مستوى. الفيريبل كوست ديبينز اون اكتيفيتي ليفل، تعتمد على مستوى النشاط. كوست ذات فاري ان توتال وذ ذا كوانتيتي اوف اوتبوت اور اذر ميجرز اوف اكتيفيتي ليفل. هذا تعتمد على ايش؟ مستوى النشاط. تكاليف تختلف باختلاف كمية الإنتاج. تكاليف تختلف باختلاف كمية الإنتاج، تمام؟ أو بعض المقاييس الأخرى للنشاط. احنا لما نحكي عن كمية الإنتاج هو نحكي عن مثلا مصنع بينتج شغلة، فالفيريبل كوست ممكن يزيد عليك في بعض الشغلة. مثلا خلينا نحكي عن الجامعة. الجامعة لو مثلا لو اشتغلت أربع ساعات في اليوم تستهلك كهرب مثلا 500 كيلو. لو اشتغلت ثمان ساعات هتستهلك كهرب ايش؟ الكيلو. هذا فيريبل كوست. هذا شو ايش ماله؟ فيريبل كوست، استهلاك الكهرباء في مؤسسه ما هذا فيريبل كوست، تمام؟ في ايش ماله؟ فيريبل كوست. بس لو هذه المؤسسه مثلا متاجره شقه، تمام؟ في مكان، هذا فيكس كوست، كل شهر مثلا بدفع اجار الشقه 500 دولار، هذه المؤسسه تدفع اجار الشقه مثلا ايش؟ 500 دولار، تستهلك كهرباء حسب النشاطات اللي بتقوم فيها المؤسسه، تمام؟ وكذلك ايش؟ لو قلنا حكينا عن ايش؟ عن مصنع انه ممكن يستهلك كهرباء حسب عمليات الانتاج، تمام؟ ففي شغل، في فرق بين الفيكس كوست والفيريبل كوست. في فرق بين الفيكس كوست، خلينا نضرب مثلا اجار اجار شقه انه ثابت طول الشهر لمؤسسه. انت مثلا لو تاجرت شقه هتدفع اجار ثابت 200 دولار، بس الكهرباء استهلاك للكهرباء حيتغير من شهر لشهر، تمام؟ هذا فيكس كوست وهذا فيريبل كوست، تمام؟ amount of raw material used depends on how many units are made. يعني انا هذا ليش صار في تغير هنا شباب؟ كميه المواد الخام اللي انت بتستخدمها بتعتمد على قد كم وحده انت صنعت، تمام؟ كميه المواد الخام اللي انا بستخدمها تعتمد على كم وحده انا ايش؟ صنعت. فهذا فيريبل. نهائيا
في النهايه التوتال كوست، لما اقول احسب التوتال كوست هو عباره عن الفيكس كوست زائد الفيريبل كوست. يعني انا تكلفتي في الشهر مثلا كمتاجر دار بدفع 200 دولار كهرباء، هذا ثابت. مثلا 50 شيكل خدمات، هذا ثابت. 200 دولار اجار، عفوا 200 دولار اجار شقه ثابت فيكس كوست، 50 شيكل خدمات فيكس كوست، فبصير تمام كويس. بس باجي بدفع كهرباء مره 100 شيكل، مره 90 شيكل، مره 80، هذا صار ايش ماله فيري، بس كله في الاخر توتال كوست، بدي اجمعه مع بعضه عشان احسب التوتال كوست في ايش في الشهر بيطلع ايش علي. تمام كويس. طيب الدايركت كوست والاندايركت كوست او الاوفر هيد كوست، الكوست ذات كان بي ريزونابلي ميجر اند اللوكيتد تو ا سبيسيفيك اوتبوت اور ورك اكتيفيتي. هذه عباره دايركت كوست يا شباب. دايركت كوست هي الكوست اللي انا بقدر اقيسها واعرفها بشكل معقول وبخصصها لنشاط معين. تمام، يعني خلاص دايركت كوست هاي النشاط. تمام، مثلا تكلفه في مصنع معين، تكلفه انتاج علبه شوكولاته مثلا 8 شيكل. تمام، خلاص هذا دايركت كوست. دايركت كوست للتكلفه بتاعت مين؟ انتاج علبه شوكولاته. في بعض الاحيان يا شباب في المصانع، او احنا مثلا عندنا لو نيجي نحكي مثلا في مشاريع هندسيه، تكلفه مثلا بناء 100 حجر عباره عن كيس اسمنت، هذا دايركت كوست، خلاص ما فيش فيه مشكله. طيب صار عندي يا شباب اندايركت كوست، انه والله بعض الاسمنت صابته الرطوبه وخرب. تمام، فهذا اندايركت كوست ما كانش في الحسبان، ما كانش في الحسبان. Cause that is it is difficult to attribute or allocate a specific output or work activity. أنا بتوقعوش، بقدرش إيش أتوقعه، وبقدرش أخصصه لمخرجات أو نشاط معين أو نشاط معين. مثلاً في مصنع معين فجأة صار عندك عطل في ماكينة، هذا indirect cost، ما كانش في الحسبان. indirect إيش cost، وبقدرش أخصصه لمخرجات معينة. تمام، بقدرش أخصصه إيش لمخرجات معينة. مش مهم كتير يا شباب الدايركت كوست، ما تشغلوش حالكم في دايركت والاندايركت، بهمني الفيكس والفيريبل اكتر من الاندايركت. تمام، يعني احفظوا التعريف وخلص زي ما فهمتكم اياه وحكيته. تمام كويس، يعني هذا الدايركت كوست، هذا الكوست اللي بقدر انا اخصصه لنشاط معين. هذا ديفيكلت، ان من الصعوبه اني اقول هذا الكوست تابع لهذا النشاط او لهذا ايش المخرج. تمام، خلينا ناخذ اكزامبل بسيط. اكزامبل بسيط، فيكس فيريبل اند توتال كوست، على هذول الثلاثه الفيكس والفيريبل والتوتال كوست. نقول امين، واحد اسمه امين، بلانز تو كاركتر تو كارتر اباس، تو كارتر اباس، شارتر اباس، تو تيك بيبول تو سي سم ايفنت شو ان ذا سيتي. يقول هذا امين بخطط انه يتاجر باص عشان يودي الناس رحله سياحيه بسيطه هيك في المدينه. هي كاتيجرايزد هيز كوست اش. طيب زي ما انت شايف امين صنف التكاليف كما هي موضح، قال في عندي فيكس كوست للباص رينتال، تمام، لاجار الباص 80 دولار، للجاز اكسبنس نفقات على السولار 75 دولار، اذر فيولز زي زيت الجير وزيت الشغلات الثانيه 20 دولار، باص درايفر سواق الباص 50 دولار. فالتوتال فيكس كوست قديش؟ 225. في حدا فيكم بشك انه هذا فيكس كوست؟ انه مش حيدفع بس الاجار، اجار بس 80 دولار لازم يدفع. وثابت جاز، هذا ثابت، تمام، وهذا ثابت لكل يوم، يعني ياخذهم في الرحله وهذا ثابت كل يوم لازم يعمل الشغلات، كل ما ياخذ الباص لازم ايش الشغلات هذه كل يوم ايش ماله يعملها. طيب الفيريبل كوست ايفنت تيكتس، كل تيكتس 12.5 دولار، تمام، اللي هي تذاكر ريفري
شيمنتس 7.5 دولار. الشباب بده يعطيهم خدمات، بده يقدم لهم مثلا وجبه، بده يقدم لهم عصير، اي شغله ثانيه لكل شخص. تمام، التيكت بتكلف 12.5 دولار، والخدمه هذه بتكلف 7.5 دولار. تمام، والاب التوتال 20 دولار. طب ليش هذا فيريبل هذا فيكست؟ طب هو يقول لك لو ما هو حسب عدد الاشخاص اللي حيحملهم. يعني اذا حمل شخص واحد بس حيدفع 12.5 وحيدفع 7.5، لو حول شخصين حيصيروا كم؟ 25، وهذا حيصير كم؟ 15. تمام، الفيريبل لانه عدد الاشخاص حيختلف معاه في الباص. يعني ممكن احول احمل مرات الباص فل 50 راكب، ممكن احمل بس 20 ما يلاقيش 50. تمام، ويطلع في الرحله. عشان هيك احنا ايش بنقول عنه فيريبل، هذا فيريبل كوست. فبقول هي وضح لك اياه. بقول لو كان عدد البيبل عنده زيرو، تمام، الفيكس كوست هي فيش فيها مشكله، لازم يدفعها 225 دولار. الفيريبل كوست مش حيدفع ولا شيء، حيطلع عنده التوتال كوست قديش؟ 225 دولار. تمام، طيب لو حمل خمس اشخاص الفيكس كوست هو 225 دولار. تمام، الفيريبل كوست حيكون 100. ليش؟ حيضرب 5 في 20، حيطلع كم عنده؟ 100 دولار. تمام، هكذا لو حمل 10 حيدفع ال 225 ثابت. شايفين ملاحظين يا شباب؟ قد ما يكون عدد الركاب عنده اللي حملهم في الباص دائما الفيكس كوست ايش ماله؟ ثابت. اكزامبل كويس ممتاز يا شباب عشان افهمك الفيكس كول والفيريبل كوست. حيفهمنا شغله اسمها قدام شوي الحين حنحكي فيها، اللي هي بريك ايفن بوينت، بريك ايفن اناليسيس بوينت. تمام؟ فلو حمل 15 برضه حيدفع 225 بس حيضرب 15 في 20 حيكون كم؟ 300 فيريبل كوست. لو حمل 20 وهكذا تقدر تعمل ايش انت؟ جدول بالطريقه هاي. فانا حتلاقي التوتال كوست ايش ماله مختلف، لانه التوتال كوست عباره عن مجموع زي ما حكينا الفيكس كوست زائد الفيريبل كوست. طيب how do we compute a means total cost if he is taken and people to city؟ حنيجي نقول دائما التوتال كوست حيكون عن ال 225 هذه ثابت اللي هي الفيكس كوست هاي 225. طيب وش الفيريبل كوست؟ عباره عن 20 مضروب في الان، ان عدد مين؟ عدد الركاب. الان عدد الركاب البيبول. تمام كويس سهله، فصارت المعادله عن الفيكس كوست زاد مين؟ الفيريبل كوست. تعالوا هنا شباب اطلعوا على الشارت اللي هنا بقول هي هنا 200 هي 0 200 400 600 هذا الكوس وهذا الفوليوم عدد الركاب. يعني كان صفر سواء كان عدد الركاب 0 او 5 او 10 او 15 دائما الفيكس كوست ماله ايش ماله ثابت. هي بالاخضر الدكتور التوتال كوست ايش ماله حيتغير. ليش التوتال كوست تغير؟ لانه الفيريبل كوست ماله متغير. فعند 20 صار 625 عند يعني كانه رسم ايش علاقه بين عدد الركاب والكوست سواء الفيكس كوست ومين والتوتال كوست. تمام مفهوم يا شباب؟ هذا اذا حدا مش فاهم حاجه ممكن يراجعني، يعني يبعث لي على احنا عملنا مجموعه، اذا شفتوا انا عملت مجموعه مناقشه للاختصار غير القناه التليجرام، القناه انا بكتب عليها بس، هذه المجموعه الكل بيقدر يكتب عليها. فرجاء انا بعثت الرابط لكم على قناه التليجرام بتاعت الاقتصاد، فكلكم ممكن تنضموا ايش للمجموعه عن طريق الرابط عشان اي حد عنده سؤال عشان الكل يستفيد، ما حدش يسالني على الخاص رجاء يا شباب، عشان الكل يستفيد اسال على العام. تمام؟ وتقدر تجاوب بعضكم، يعني مرات ممكن الاقي الطلاب مجاوبين بعضهم وخالصين يعني ما... تمام؟ طيب في عندنا نوع ثاني من الكوست، الافرج كوست والمارجنال كوست. الافرج كوست كومبيوتد از توتال كوست ديفايدد باي ذا نمبر اوف يونتس برديوس. تمام؟ عباره عن التكلفه الاجماليه توتال كوست اللي حسبناها مقسومه على عدد الوحدات المنتجه، على عدد الوحدات المنتجه. الحين حنشوف ايش معناها. تمام؟ يعني يا شباب لو انا مثلا عندي مصنع سيارات بيصنع 10 سيارات في اليوم مثلا او في الشهر نقول، تمام؟ فالافرج كوست عباره عن التوتال كوست اللي بعت فيهم السيارات بقسمهم على مين؟ على 10، بيديني ايش؟ الافرج كوست. طيب المارج حنحكي عنها الحين، يعني في حنكمل عليها الاكزامبل. المارجنال كوست ذا تشينج ان توتال كوست ذات ارايزز وين ذا كوانتيتي برودوس تشينجز باي 1 يونت ذا كوست تو برودوس 1 مور يونت. هذا معناه يا شباب المارجنال كوست اول حاجه ديك التكلفه المتوسطه، هذه التكلفه الهامشيه. ايش التكلفه الهامشيه؟ هي عباره عن التغير، يمكن حكيت عنه في شابتر
واحد التكلفة الهامشية، عبارة عن التغير في التكلفة الإجمالية عندما تتغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة. يعني أنا كل ما أزيد إنتاج وحدة واحدة، تمام كويس، تتغير مين؟ التكلفة الإجمالية أكيد. فإذا cost produced one more unit، كل ما أزيد one more unit بزيد إيش الكوست، بسمي هذا المارجنال كوست، هذا عبارة عن إيش؟ عن المارجن. فالأفريج كوست حكينا على التوتال كوست على مين؟ على أن توتال كوست على أن. فعندنا في الإكزامبل هذا كان عندي توتال كوست عبارة عن 250 زائد 20 في مين؟ في أن. فهي 225 زائد 20 في أن على عدد الوحدات على أن. فلو بقول لي لو كان عندي 30 راكب أنا ركبوا معايا مع أمين في الباص، فالتوتال كوست كم؟ هكون 825. كيف 825؟ هنقول 225 زائد 20 في 30، اجمعوا 20 في 30 كم؟ 600، و225 805، فالتوتال كوست كم؟ 825. طب الافرج كوست، الافرج كوست عباره عن شد فيها مشكله 825، مش 825 شو 825 بدي تعديلها، ممكن اعدلها يعني عدلتها بس خلاص لازم كل مره 825 على 30 احسبوها بيطلع عندكم 27.5. كاني بقول كل واحد من الاشخاص هذول بكلفني 27.5 دولار. شوفوا يا شباب، كل واحد من الاشخاص هذول بكلفني قديش؟ 27 دولار. هذا الافرج كوست، هذا عباره ايش؟ الافرج كوست. يعني عشان اطلع الرحله كل شخص كم حيكلفني؟ 27 دولار. اذا كنت انا بحمل 30، اذا كنت انا بحمل كم؟ اذا كنت انا بحمل 30 راكب، لو حملت 35 حيختلف الموضوع معي، حيختلف الافرج كوست. تمام، فحاجي بقول بس خليني اتاكد من الحساب هذه، انه 825 على 30 825 تقسيم 825 على 30 27.5. هذا لو انا حملت 30 راكب حيديني التوتال كوست 825. ايش الافرج كوست؟ بقسم على 30، بقسم على 30 عدد الركاب، كل راكب حيكلفني كم؟ 27.5 دولار. توتال كوست كانت بي كالكوليتد فروم. شوف انتبه لهالشغله يا شباب، انه انا التوتال كوست لو عرفت الافرج كوست بقدرش اعرف التوتال كوست. يعني ما حدش يقول لي يا شباب لو انا عرفت الافرج كوست بقدر احسب منه مين؟ التوتال كوست. يعني ما حدش يقول انه طالع التوتال كوست كانت بي كالكوليتد فروم ان افرج كوست فاليو فور ان 35. لو انا عندي عدد الركاب 35 ما بقدرش اروح اقول 35 ضرب 27.5 بديني توتال كوست 900 دولار. هذه الافرج كوست لكم راكب؟ ل 30. ما بقدرش اعمم على مين؟ على 35. لو رحت حسبت لل 35 هتلاقي الافرج كوست ماله بيختلف، تلاقي الافرج كوست ايش ماله بيختلف. فما حدش بيقول لي اذا عندي الافرج كوست، اذا انا عندي عدد الوحدات بروح بضرب في عدد الوحدات حيديني مين؟ ايش؟ توتال كوست. ليش يا شباب؟ لانه هاي الافرج كوست مش للفيريبل كوست ولا للفيكس كوست. دائما الفيكس كوست ثابت، مين اللي اللي بيخلي الموضوع يختلف؟ اللي هو مين؟ الفيريبل كوست. تمام، عشان هيك يا شباب ما دام انه الفيريبل كوست مختلف باختلاف عدد الوحدات، فما بقدرش اربط الافرج هذه انه اروح اضربها في عدد الوحدات عشان اديني مين؟ التوتال كوست. مفهوم؟ هذه شغله مهمه كثير، شغله ايش مالها؟ مهمه كثير. فاهمين ايش بحكي؟ انه انا من المعادله انه عندي 225 هذا دائما ثابت، الفيريبل كوست حسب العدد 20 دولار بكلف كل واحد في ان. اذا انا حسبت التوتال كوست ل 30 شخص اداني 825. الافرج كوست حكينا انه التوتال كوست مقسوم على النمبر على ال 20 على ال 30 اللي انا اشتغلت لهم هديني 27.5. طب لو كان عندي 35 هل اروح اضرب ال 35 في 27 عشان اديني التوتال كوست؟ هذا كلام خطا. التوتال كوست بنجيبه من ايش؟ من المعادله 225 زائد 30 في 20. تمام، يعني لو رحنا جبنا قولوا 20 في 35 زائد 225 حديني 925. طب انا كم طلع معي الجواب؟ 962، وهذا كلام خطا مش صحيح. تمام، لو جينا نطلعنا على الشرط اللي هنا عندنا هذا المارجنال كوست، هذا المارجنال كوست لوحده واحده. تمام، هتلاقي كم يا شباب هذا المارجنال كوست لوحده واحده اللي هو 20 دولار. كل واحد من الركاب كم بكلفنا؟ 20. فهو مارجنال كوست، كل ما زيد وحده حزيد عندي مين؟ حزيد عندي الكوست، التوتال كوست. تمام، حسيت عندي ايش؟ التوتال كوست. هل الافرج كوست ملاحظين انه كل ما زاد عدد الوحدات الافرج كوست ايش ماله يا شباب؟ حتلاقي ايش ماله بقل. تمام، الافرج كوست ماله بقل ايش؟ بقل. تمام،
كل ما زاد عدد الوحدات حتلاقي الافريج كوست ايش ماله بيقل. تمام؟ اكيد يا شباب لازم يقل الافريج كوست لانه بيربح اكثر. تمام؟ يعني لما نركب صفر طلعه، لما نيجي نركب صفر راكب، تمام؟ توتال كوست عليه 225. تمام؟ طب نعتبر كل راكب مثلا بيدفع له 50 دولار. طب هنا ما خدش ولا حاجه، هو بس دفع الكوست وما رجعش عليه ولا شيء. الحين حنشوف الكلام هذا. طب لو هنا خمس ركاب في 50 250 دولار، هو كلفه كم؟ 300، لسه حتى ما ربح. شايفين؟ كويس؟ طيب هذا الكلام بيقودنا لشغله يا شباب، انه do we have enough information yet to decide how much money Amin will make on this venture؟ هل احنا بنقدر نقول قديش أمين حيربح في هذا المشروع تاعه؟ What else must we know? أمين needs to know his total revenue. لازم أمين يعرف قديش العائد total revenue، قديش الريفينيو العائد يعني اللي حيكسبه من وراء هذه ايش؟ من وراء هذا المشروع. أمين knows that similar ventures in the past have charged 35 دولار per person. بقول في الناس عملوا مشاريع قبل هيك واخذوا 35 دولار على كل شخص، تمام؟ عشان ركبوهم ياخذوهم هذه الرحله السياحيه اخذوا 35 دولار على كل شخص. So that is what he decide to charge. Total revenue 35 فان. اذا انا بقدر اقول العائد اللي حيكون علي، بروح بقول كل واحد 35 بيركب معي ان، فبقول 35 ان فور ان بيبل. طب توتال بروفيت المربح تاعي اكيد حيكون حي توتال ريفينيو ناقص توتال كوست. طيب التوتال ريفينيو قديش احنا العائد عليا؟ 35 ان، هاي 35 ان. طب التوتال كوست، هاي التوتال كوست اللي هو كانت في المعادله الاولى 225 زائد 20 في ان، اللي هي عباره عن الفيكس كوست زائد الفيربل كوست. فلو عملنا معادله واحده حنلاقيها 15 ان ناقص مين؟ 225. فهذا شباب التوتال بروفيت عندك عباره عن 15 مضروب في ان ناقص مثل ايش بروفيت؟ يعني المربح اللي عيود عليه، الريفينيو العوائد كلها والكوست الكوست كله، فالعائد ناقص الكوست كله بيديني المربح، بيديني ايش؟ المربح تاعي. اذا كان في مربح ممكن تكون في خساره. Question: How many people does Amin need to break even؟ يعني قديش امين كم شخص بده معاه عشان يتساوى، هي البريك ايفن هذا شباب البريك، عشان يتساوى التوتال ريفينيو مع التوتال كوست، تمام؟ فحنقول انه هذا لازم اسويه بصفر. البروفيت حيكون عندي صفر، عند ما يكون التوتال ريفينيو بيساوي التوتال كوست، التوتال ريفينيو بيساوي التوتال كوست، مع الكلام هذا الكلام لازم يساوي ايش؟ يساوي صفر. فحنقول 15 في ان ناقص 225 بيساوي صفر، حنلاقي ان بيساوي 15. يعني اذا امين اخذ 35 دولار على كل راكب معاه في الباص، تمام؟ وركب 15 راكب، مش حيربح ولا حيخسر، مش حيربح ولا حيخسر. بعد ال 15 ايش حيصير فيه؟ حيصير يربح. عيد كمان مره، بقول لي امين حياخذ 35 دولار، يعني لو ركب معاه ان من الركاب كم حيدفعوا؟ 35 مضروب في ان. طب والتوتال كوست قديش؟ عباره عن 225 هي فيكس كوست، اذكركم فيها هيها، والفيربل كوست 20 مضروب في مين؟ في ان. فنروح نطرح ال 35 الريفينيو العائد علينا ناقص ناقص الكوست، حيديني معادله دلاله الان. لما اسويها بصفر يعني كانه لا ربح ولا خسر، يعني التوتال كوست كان بيساوي توتال مين؟ ريفينيو. فبقول لي عدد الاشخاص اللي لازم يركبهم بحيث لا يربح ولا يخسر يصل لنقطه التعادل اللي هي هيها. شوفوا الخط الازرق التوتال كوست، اي هذه شباب البيبل اللي بركبهم، وهنا الكوست، والخط الاخضر الريفينيو العائد عند ما يركب 15 راكب. هنا بصير عنده لا ربح ولا ايش؟ ولا خساره. قبل هيك ايش بصير عنده؟ بكون في منطقه مين؟ في منطقه الخساره. بعد ال 15 بصير في منطقه مين؟ في منطقه ايش؟ الربح، تمام؟ ف more than 15 هي ميكس ماني. اذا حمل اكثر من 15 واحد هو هيعمل فلوس، ما حملش اكثر من 15 واحد مش هيعمل مين؟ مش هيعمل ايش؟ مش هيعمل فلوس. عشان هيك الكلام بيقودنا لشغله اسمها البريك ايفن اناليسيس. هذه شباب النقطة بنسميها بريك ايفن بوينت. بريك بروفيت لوس بريك ايفن شارت. هذا شباب دير بالكم مهم الكلام، بروفيت لوس بريك ايفن شارت، تمام؟ هنا خسارة وهنا ايش؟ ربح، تمام؟ هذا كل الشرط بريك مع البريك ايفن، بري بروفيت لوس بريك ايفن تشارت، تمام؟ هذا بسميه بريك ايفن بوينت، عند لا ربح ولا خساره. هنا موضحها، وير از ذا لوست ريجون؟ هاي اللوس ريجون، تمام؟ وير از ذا بروفيت ريجون؟ هاي البروفيت ريجون، هذه منطقه الربح.
Where is the break even point؟ هاي break even point. تمام؟ It is the point. هاي على الرفع. Where the total revenue received equals total cost associated with the sale of products. تمام؟ بشكل بسيط. وين بيكون total revenue بيساوي total cost؟ فهي break even point. تمام؟ العائد بيساوي التكاليف. فهي عبارة عن break إيش؟ break even point. تمام؟ طيب. انتم ملاحظين هنا شباب كانت العلاقة لينيا، ملاحظين العلاقة لينيا يعني كل ما زاد عدد الركاب بس مش حيصل لما انا مش حركب 1000 راكب في الباص، يعني عند 50 راكب مثلا اذا كان الباص 50 راكب خلاص بيقف عند 50 راكب. بقول العلاقة تاعت بروفيت اند لوس شارت ممكن تكون نان لينيا، ممكن تكون ما تكونش ايش مالها ما تكونش لينيا الخط، وانما تكون نان لينيا على شكل ايش مالها كير، سواء من الدرجة الثانية او من الدرجة الثالثة، يعني ما تكونش من الدرجة الأولى. فالتوتال ريفينيو بيساوي اليونت براس ضرب يونت سولد، اكيد يا شباب العائد دائما عدد الوحدات مضروب في ايش؟ في كل وحده قديش ببيعها. تمام، بريك ايفن توتال ريفينيو بيساوي توتال كوست، بريك ايفن بوينت زي ما حكينا توتال ريفينيو بيساوي ايش توتال كوست. وين بتلاقي توتال هي عندها عند هنا، شايف هنا، شايف شباب هذا بريك ايفن بوينت وهذا بريك ايفن، هاي توتال ريفينيو او توتال كوست. طبعا الكلام يا شباب انه هنا ما كانش يربح في اول المشروع، تمام، بعد فتره ايش ماله صار يربح 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 يربح، توتال كان عنده دائما الريفينيو اعلى من الكوست. بعد فتره معينه في المشاريع، بعض المشاريع بيصير عنده العوائد اقل من مين؟ من الربح. صار عنده مشكله اقتصاديه، صار عنده اي شغله في البلد صارت، فبتلاقيها في هذه المنطقه بسميها ايش؟ البروفيت زون. هذه المنطقه اللي بصير فيها ايش؟ مربح، بصير فيها فائده. هذه المنطقه هذه بسميها ايش؟ بروفيت ايش؟ بروفيت زون. بروفيت توتال ريفينيو اكبر من في المنطقه بيكون تامن توتال ريفينيو ماله اكبر من توتال كوست. بوتينج ماني ان ذا بانك، هذه المنطقه انا هروح احط مصاري في البنك يعني هربع. لما اللوس منطقه اللوس، تمام، خساره، يصير توتال ريفينيو اقل من توتال كوست، جوينج انتو ديبت، بلجا للدين، بلجا حنيته ايش؟ للدين. طيب لك شباب خلينا المحاضره عند السلايد هاي، المحاضره الجايه ان شاء الله ايش؟ باكمل نفس السلايد ان شاء الله. كمل يعني على نفس الموضوع قصدي، تمام، في الموضوع اللي هو الكوست وانواع الكوست ما خلصناش لسه. يعطيكم العافيه.